وحوارنا كالعادة دخلة صغيرة في تونسنا اليوم. اليوم حبيت الدخلة هذه تكون من قناة مصرية نورمالمون شقيقة. تفرج معايا شو عديت، تفرجوا بعض. بعد ما ضاعت تونس، لأن تونس ما فيهاش جيش، تونس نقطة الضعف اللي فيها لا يوجد فيها جيش يحميها، إنما فيها إرهاب يملكها. فلما نخلص ليبيا ندخل على تونس، نطرد الإرهاب ونعيد تونس لأهلها وشعبها. بارك الله فيك، برا يرحم والديك، برا يعليك. هاك ريتك الدعوات اللي تدعيهم اليومي وانا صغير الكل باش ندعيهم، برا يعليك على من يعاديك. ساعة اسمه توفيق، برا لا يوفقك اول حاجه. في قناه فراعين برا شال يطلع لك فرعون هكا عبيثه حاجه تهزك من البلاد هذه. تونس ضاعت، تونس ما تبيعش يا سيد. كان تليق بيك تسميه السيد، وكان تليق بيك تسميه الاعلامي. تونس عندها رجال ونساء وباش تقفلها. تونس عندها جيش، عندها جيش قوي وما يقتلش المتظاهرين. تونس جيشها حماية ثورتها، ما قتلش المتظاهرين. يمصخ، سمحني دكتور انفعلت لانه لا يستحق الا هالعبارات. ما عرفش يعني يعتدي على سيادة الدولة. قالك بعد ما نخلص ليبيا حندخل على تونس نطهرها. سمحني، لا منفعل ساعات لانه شيء اقوى مني. ما عرفش تعليقك، نبدأ بتعليقك.